بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الثاني الثانوي، إلى شرح منهج الصف الثاني الثانوي اللغة الفرنسية كلاب دو بيس دو، وهنبدأ الحصة بتاعتنا إن شاء الله. أهو زي ما أنتم شايفين كده، شايفين صورة جميلة جدا، هنسأل فيها سؤال. كيسكوبوري جاردية، أنتم شايفين إيه؟ أيوة إحنا شايفين إن بيرسون، شخص أهو المفروض إن هو دلري، وقدامه صورة يا جماعة بتاعت لاموس كده الأزهار، وراء بانو لافتة مكتوب عليها مترو، واضح ان الراجل ده ايل بونس اللي يفكر يروح الا مسكد الازهر ما، ولكن الي بيردي بس هو تايه، عشان كده الراجل ده ايل ديموند لتينيرير، هو يسأل عن حاجة اسمها لتينيرير. ايه هو لتينيرير يا جماعة؟ اللي هو كومو اللي الا مسكد، ازاي يروح المسجد ده، بيسموه خط السير. فهيسأل حد طبعا في الشارع ازاي يروح على مسكين، فالشخص ده اللي هيسأله هيديله انفورماسيون معلومات، ويعمل له انديكي لتينيرير، ويوضح له خط السير. شايفين العنوان اهو لسوندو الدرس الثاني، انديكي اني تينيرير، انديكي اني تينيرير. انديكي يا جماعه سو فعل اكسبليكي، يشرح يوضح، اني تينيرير خط السير. يبقى عنوان درسنا النهارده اسمه توضيح خط السير. تعالوا كده يا جماعه نشوف الشريحه الثانيه. ايكوتي اهو ليليو دو لا فيل، ليليو دو لا فيل، ليليو دو لا فيل اللي هو اماكن في المدينه. فهيطلب مني ايكوتي سيت شانسون بور ليليو دو لا فيل، اسمع اغنيه يا جماعه جميله كده عن اماكن المدينه. تعالوا كده يا جماعة نسمع الأغنية الجميلة دي. يا جماعة الأغنية بعد ما سمعنا يا جماعة الأغنية الجميلة دي، تعالوا نكمل العرض بتاعنا. تعالوا نشوف كده يا جماعة، أهو هنبدأ العرض بتاعنا. هنتكلم دلوقتي عن حاجة اسمها ليليو دو لا فيل، أماكن في المدينة. تعرف كده على الأماكن الحلوة دي، شايفين يا جماعة أول مكان اسمه لو كافي، لو كافي، لو كافي. شوف الشريحة اللي بعدها لو ميزي، لو ميزي، لو ميزي، لو ميزي المتحف. ايوه لا بيسين، لا بيسين، لا بيسين، لا بيسين. شوف الصورة اللي بعدها لاجار، لاجار، لاجار محطة القطار. لوزو، لوزو، لوزو باينة جدا. لا بيبليوتك، لا بيبليوتك، لا بيبليوتك المكتبة.
La patinoire. La patinoire. La patinoire. صالة التزلج. Le stade. Le stade. Le stade. ناخد كده activité. ناخد نشاط. Où vas-tu pour؟ سؤال جميل جدا يا جماعة. Où vas-tu pour؟ أين تذهب لكي؟ هنديك بعض الأنشطة وعلى حضرتك تفكر تروح فين عشان تعمل النشاط ده. هو الشوط الأول لير الرومان أو إن بيدي. لير الرومان أو إن بيدي. أروح فين يا جماعة عشان أقرأ الرومان رواية أو إن بيدي قصة مصورة؟ هنشوف الإجابة. ألا بيبليوتك. ألا بيبليوتك. شوف رقم ب. ريغاردي اون فيلم. ريغاردي اون فيلم. ريغاردي اون فيلم. هنروح فين يا جماعه؟ اهو. وسينما. 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 شوف الجمله اللي بعدها. فير دو سبور. فير دو سبور. فير دو سبور. امارس رياضه. فين؟ اهو. استاد او كلاب. استاد او كلاب. شوف الجمله اللي بعدها. voir des animaux. voir des animaux. voir يا جماعه مش avoir. voir فعل يرى. des animaux حيوانات. نروح نشوفها فين دي. وزو وزو وزو. شوف الجمله اللي بعدها. voir un coca ou un thé. voir un coca ou un thé. نشرب ايه؟ كوكاكولا طبعا وتي شاي. يا ترى فين؟ وكافي وكافي وكافي. شوف الجملة اللي بعدها. مانجي ان ساندويتش. مانجي ان ساندويتش. اكل ايه؟ سندويتش طبعا. فين؟ او ريستورون او ريستورون او ريستورون. تعال نكمل. شوف الاكتيفيتي اللي بعد كده. اكتيفيتي او فاتي بور. نفس السؤال، أين تذهب لكي؟ بس المرة دي أسوسي وصل. تعال نشوف كده. أول جملة في الكولون أ، في العمود أ. براندر لو تران. براندر لو تران. تاخد القطار. يا ترى منين؟ لو أنتوا بصيتوا الناحية التانية. ألاجار. ألاجار. في المحطة. تاني نشاط. ناجي. ناجي. أروح فين يا جماعة عشان ناجي؟ أعوم. أسبح. طبعا اروح على بيسين. على بيسين. على بيسين. رقم سي. فوار ام ميدسان. فوار ام ميدسان. اشوف الطبيب. فين؟ الوبيتال. 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 المستشفى طبعا. دي فير ان بروميناد. فير ان بروميناد. اعمل نزهه. يا ترى فين؟ يا ترى فين؟ او بارك. او بارك. او بارك. او بارك. نمرو او. فير دو باتان اغلاس. فير دو باتان اغلاس. امارس رياضه التزلج. فين؟ على باتينوار. على باتينوار. على باتينوار. نمرو اف. فوار دي زوفر دار. فوار دي زوفر دار. قال يا جماعه اللي هو الفن. طب دي زوفر اعمال. يبقى شوف الاعمال الفنيه فين؟ او ميزه. او ميزه. في المتحف طبعا. تعال نكمل. عنوان جميل جدا. اكتيفيتي ان فاكونس. اكتيفيتي ان فاكونس. انشطه في الاجازه. تعال نشوف كده النشاط بيقول ايه. كيلي تون امبلوا دو تون ان فاكونس. كيلي تون امبلوا دو تون ان فاكونس. كلكم يا جماعه تعرفوا امبلوا دو تون اللي هو جدول الحصص. لا، النهارده يبقى جدول اعمال. كليتون امبلوا دو تون. ايه جدول اعمالك؟ ان فاكونس. يعني ناوي تعمل ايه في الفاكونس؟ كيس كو تي في ان فاكونس. هتعمل ايه في الاجازه؟ تعال نشوف كده يا جماعه. بيقول لي اتليز استخدم، وبيديني اليوم، وبيديني اكتيفيتي نشاط. صمدي يوم السبت بعمل ايه؟ قال لي سينما. طب وتاني حاجه ديمانش يوم الاحد بعمل جوي او تنس. جوي او تنس. بلعب تنس. طب ولندي
يوم الاثنين بعمل بارتيسيبي على كورس دو فيلو، بارتيسيبي على كورس دو فيلو، أشارك في سباق العجل. نيجي عند اليوم اللي بعده ماخدي يوم الثلاث، فير دي كورس، فير دي كورس، أتسوق، فير دي كورس. نيجي عند يوم ميركوردي، يوم الأربع، باسي لا سواري أو تياتر، باسي لا سواري أو تياتر، أقضي السهرة فين؟ في المسرح. جودي يوم الخميس، فوار ميزامي، فوار ميزامي، أرى أصدقائي. وصلنا يوم فاندردي الجمعة، ريغاردي لا تلفزيون. واضح يا جماعة إن كل الأنشطة دي الأفعال فيها في المصدر. المطلوب من حضراتكم إن احنا نصرف الأفعال دي كلها مع مين؟ مع جو. تعالوا نشوف نموذج إجابة. أكتيفيتي أون فاكونس، كليتو نامبول واريتو أون فاكونس. شوف الإجابة أهو. سامدي جو في أو سينما، ديمانش جو جو أو تنس، لوندي Je participe à la course de vélo. Mardi, j'y fais des courses. Mercredi, je passe la soirée au théâtre. Jeudi, je vois mes amis. Vendredi, je regarde la télévision. Chauffe qui dans le bado. Activité. Quel est ton emploi de temps le week-end? Quel est ton emploi de temps le week-end? عايزين كده جدول اعمالك، بس امتى؟ لويك اند، في نهايه الاسبوع. تعال نشوف كده اهو يا جماعه. لويك اند جي في او سينما، جي جو او تنس، جو بارتيسيب على كورس دو فيلو، جي في دي كورس، جو باس لا سواري او تياتر، جو فوا ميزامي، جو ريغارد لا تلفزيون. شوف الجزء اللي بعده. العنوان الاصلي بتاع الدرس. انديكي اون اتينيرير، انديكي اون اتينيرير، توضيح خط السير. هنشوف مشهد كده يا جماعه اهو. المشهد ده المفروض انه حصل دان لاريو، في الشارع بين مين ومين؟ ان باسون، مهم جدا يا جماعه، ان باسون احد الماره، وان بوليسيه، ان بوليسيه رجل شرطه. ان باسون بيقول Pour aller au musée, s'il vous plaît. Pour aller au musée, s'il vous plaît. لكي أذهب إلى مين؟ إلى المتحف. S'il vous plaît. من فضلك. فالبوليسيه بيقول له فاسيل، سهل. يقول له prends la deuxième rue à gauche. Prends la deuxième rue à gauche. خد تاني شارع à gauche، على اليسار. طب احنا عايزين نتعلم إيه من المشهد الصغير ده؟ تعال نشوف. Pour demander un itinéraire, لكي تسأل عن un itinéraire، خط السير، أو un chemin، أو الطريق، on dit، نقول إيه؟ بيعلمني إزاي أسأل عن خط السير. أول سؤال pour aller أو حتى arriver، لكي أذهب أو أصل، à إلى، وأجيب اسم المكان وأقول s'il vous plaît، من فضلك. أو الطريقة الثانية comment aller أو arriver، وأجيب à زائد اسم المكان، زي مثلا pour aller à la gare s'il vous plaît، comment aller à la gare s'il vous plaît. ايه s'il vous plaît دي يا جماعه؟ من فضلك، للاحترام، واختصارها SVP. الثانيه s'il te plaît، s'il te plaît، من فضلك، للاصدقاء، واختصارها ST بيه. نكمل. ايه العنوان الظريف ده؟ les adjectifs numéraux ordinaux، les adjectifs numéraux ordinaux، الصفات العدديه الترتيبيه. تعال نشوف كده اهو. بيعلمني ان الاول اسمه ايه؟ بيتكتب ان، واحد اهو، ويديله اس من فوق كده ار. ليه؟ اختصار الكلمه دي بريمير، بريمير الاول. طب ما زي ما في الاول في الاولى. طب الاولى تعمل ازاي؟ بنكتب الرقم ان واحد ونعمل له اس ار او. اشمعنى دي ار او؟ عشان اختصار الكلمه دي بريمير، بريمير. الناسها ازاي؟ حط او في الاخر، حط اكسون على الاو اللي قبل الار، فخد اخر حرفين ار او.
بريمير الأول، بريمير الأولى. أما من اتنين وطالع بنحط أس كده فوق الرقم اللي هو أ إم أ، يا إما نحط بس حرف الأ اختصارا. كل أرقام كده أه، كل أرقام كده يديني الترتيب. طيب لو عايز أقرأ كلمة الثاني أقول دوزيام، دوزيام. التالت تروازيام، تروازيام. الرابع كاتريام، كاتريام. الخامس سانكيام، سانكيام. وهكذا وصلنا عند التاسع. يا جماعة في مشكلة، نوف يام، نوف يام. طبعا يا جماعة كان المفروض يقول نوف يام بالاف، عشان نوف يعني تسعة، بس هنا جلب الاف الى مين؟ الى حرف في، وحط المقطع اللي اسمه يام، فبيجت نوف يام. اما الاخير يا جماعة ملوش رقم، في كلمتين بمعنى الاخير والاخيرة، لودرنية الاخير، لادرنيير الاخيرة، لودرنية لادرنيير. تعالوا نكمل. العنوان الجميل ده لامبيراتيف، لامبيراتيف صيغة الامر. تعالوا نشوف اللغة الفرنسية بور كونسيي، لكي كونسيي تنصح. ان باسون، ان باسون. مار لي انصح للمار. بور اريفي ان باتيمون، عشان يوصل لمين؟ ان باتيمون لمبنى. او ان ليو لمكان. اون اتيليز هنستخدم ايه يا جماعه؟ حاجه من اتنين، لو بريزون المضارع اللي هو تصريف الفعل العادي، او لامبيراتيف او الامر. فبالتالي ممكن استخدم في النصيحه المضارع او ايه؟ او الامر. طب ايه الفرق بين المضارع والامر؟ تعال نشوف. بيقول لي اوبسيرف اي ابرون، لاحظ وتعلم. تعال نشوف كده، ليو اي سور لا بلاس تحرير، ليو ده كان فين؟ في ميدان التحرير. il veut aller à la bourse، كان عايز يروح البورصة. à la bourse. indique lui l'itinéraire، وضح له l'itinéraire خط السير. تعال نشوف كده يا جماعة التوضيح الأول ممكن أوضح له إزاي. أيوة جدول الأصفر ده هو بادئ كل الجمل تي تي تي. لو حضرتك ملاحظين طبعا تي بعدها فعل مصرف، يبقى ده مضارع، بريزون مضارع. فبقول له تي ترافيرس، انت تعبر لا بلاس تهرير، ميدان التحرير، مصرف تصريف عالي جدا. تي برون تاخذ، لا ري ادوات الشارع اللي على اليمين، سي لا ري طلعت حرب، شارع طلعت حرب. تي كونتيني انت تستمر، دان لا ري ادوات في الشارع اللي على اليمين. تي تورن تتجه، او بريمير فو، او بريمير فو في اول اشاره. كل ده يا جماعه نصايح بس بايه؟ بالمضارع. تعال نشوف كده الامر اهو. اول جمله بيقول ترافيرس لا بلاس تهرير. حضراتكم لاحظين الفرق بين اول جمله واول جمله؟ اول جمله هنا في المضارع تي ترافيرس، اول جمله في الامر ترافيرس. حضراتكم لاحظين هنا في تي، هنا ما فيش تي، بدأ بالفيرب. هنا الفيرب اخره اس، هنا الاس محذوفه. تاني جمله بيقول له برون لا ري ادوات، سي لا ري طلعت حرب. برون حضراتكم ملاحظين برون هي برون المصرفه مع تي في الناحيه الاولى، وبرده هنا ما شالش الاس، خدوا بالكم في برون، لكن في ترافيرس شال الاس. تالت جمله بيقول له كونتيني استمر، دال لا ري ادوات، لكن في الجمله الاولى تي كونتيني، هنا في تي، هنا ما فيش تي، هنا في اس، هنا ما فيش اس. الجمله الاخيره بيقول له تورن او بريمير فو، تورن او بريمير فو. طبعا هنا يا جماعه بيقول له تي تورن اخرها اس، وفي هنا تي، هنا تورن على طول، ما فيش تي، ما فيش اس. ايه الحكايه دي والامر ده يشتغلوه ازاي؟ تعالوا كده يا جماعه نشوف اهو. بيقول اتانسيون انتبه، تي ريجارد دي جملة، بعد السهم ريجارد دي جملة تانية. ايه الفرق بين تي ريجارد وريجارد؟ ايوه برافو عليكم. طبعا الجملة الأولى دي مضارع عشان بادئة بتي وفعل مصرف، لكن التانية ريجارد بادئة بفعل وما فيش تي،
ما فيش فاعل، يبقى دي جملة أمرية. لاحظ أن الجملة الأمرية ليس لها فاعل، وإنما تبدأ بإيه؟ بفعل مصرف فين؟ في المضارع، مع مين؟ مع واحد من ثلاثة، واحد مع تي، يعني بنصرف مع تي، بس في حالة إيه بيقول؟ في حالة المفرد، يعني لما أمر أخويا أو أختي أو زميلي. مثلا فعل براندر يأخذ، تعال نعمل منه الأمر. في الأول لازم نمر بمحطة مهمة جدا، نصرف الفعل في الأول في المضارع، تي بران، تي بران، طبعا ده كده مضارع، لو سبت على كده ما تنفعش أمر، هنحذف طبعا تي فيبقى الأمر بران، بران آخرها إس. أما الفعل التاني ترافرس يعبر، لما أجيب من الأمر لازم أمر بالمضارع في الأول، تي ترافرس زي ما حضراتكم شايفين فيها تي وفيها الفعل المصرف، يبقى ده مش أمر، ده مضارع. لكن لو عايزها أمر هحذف تي وهحذف هنا الإس فبيجيت ترافرس. هنا السؤال، ليه احنا حذفنا هنا الاسم ترافيرس وسيبنا الاس في برون؟ الإجابة بسيطة جدا، عشان فعل ترافيرس فعل مجموعة أولى، يبقى هنا يا مسيو أكيد هنحذف حرف الاس من أفعال مجموعة أولى في الأمر مع تي، لكن المجموعة الثانية والثالثة هنسيب لها حرف الاس. دو اتنين، ممكن نتصرف مع فو أنتم، يقول لي في حالة الأمر إيه؟ الجمع، زي فعل كونتينيو يستمر، كونتينيو لما نيجي نصرفه مع فو هيبقى فو كونتينيو اخرها ايه؟ ازد. طب انا عايزها امر، لو سبتها على كده امر لا طبعا، هنحذف فو ونسيب كونتينيو اخرها ازد زي ما هي، استمروا. الطريقة التالتة نصرف مع نو نحن في حالة ايه؟ الامر الجمع، لما امر الناس وانا معاهم، ناخد فعل تورنا يتجه، نصرفه كده مع نو، نو تورنو اخرها او ناس، لو سبتها على كده مش امر، هنحذف نو طبعا ونسيب تورنو اخرها او ناس فلنتجه. يبقى خلاصه القول يا جماعه، الامر ان احنا نصرف الفعل مع تي او فو او نو، ولكن لا نكتب تي ولا نكتب فو ولا نكتب نو، ولازم نفتكر نحذف حرف الاس من افعال مجموعه اولى فقط، مع مين؟ مع تي. تعالوا نشوف كده الشرح اللي بعدها. لفيرب ايريجوليه الامبيراتيف، لفيرب ايريجوليه الامبيراتيف، الافعال الشاذه في الامر. اول فعل يا جماعه شاذ في الامر فعل اتر، يكون ليه ثلاث اشكال في الامر، سوا سوي سويون، سوا سوي سويون. ثاني فعل شاذ افوار، يملك، ايه إيه إيون، إيه إيه إيون. تالت فعل سافوار، يعرف، ساش ساشي ساشون، ساش ساشي ساشون. نيجي كده يا جماعة نكمل أكتيفيتي، نشاط، المطلوب ميلي فراز على دوزيام بيرسون، ضع الجمل في الشخص الثاني. ايه الشخص الثاني ده يا جماعه؟ وفي شخص اولاني وثاني وثالث. الشخص الاول اللي هو المتكلم، الشخص الثاني اللي قدامنا ده اللي هو المخاطب، الشخص الثالث اللي هو الغائب. فلما يقول لي حط الجمل على ديجيم بيرسون في الشخص الثاني، يعني في المخاطب دي بلوريال الجمع، يعني في مخاطب مفرد سانجليه وفي مخاطب جمع بلوريال، مخاطب مفرد اللي هو تي، مخاطب جمع اللي هو فو. بس فين ده كله؟ في الامبراتيف يا جماعه، في الامر. طب تعال نشوف اول جمله في الاكزرسيس، طبعا هنا في مصرفه مع تي، عايزين نعيد تصريفها مع فو. الاجابه فت الاكزرسيس، بدل اعمل الواجب اعمله، اسف، بدل اعمل التمرين اعمله التمرين. نيجي على الجمله اللي بعديها، برون لو ليفر، برون لو ليفر، خذ الكتاب، طبعا هنا مصرفة مع تي، احنا عايزينها مع فو. تعال نشوف كده، بريني لو ليفر، بريني لو ليفر، بريني اخرها ازد، مصرفة مع فو. الجملة التالتة، فا على بيسين، فا على بيسين، طبعا فا فعل الي يذهب، مصرف مع تي، تعال نصرفه مع فو،
الي على بيسين، الي على بيسين، الي اخر اي زد صرفها مافو. الجمله اللي بعدها ترافيرس لابلاس، ترافيرس لابلاس عبر الميدان. طب ترافيرس مصرفه مع تي ومحذوفه الاس. تعال نشوف كده مافو، ترافيرس لابلاس، ترافيرس لابلاس، ترافيرس لابلاس. طب ترافيرس اخر اي زد صرفها مافو. شوف بعد كده النشاط اللي بعده اكتيفيتي، ترانسفورم لفراز على فورم نيجاتيف، ترانسفورم لفراز على فورم نيجاتيف. حول الجمل الى صيغه النفي يعني الامر المنفي. اول امر واحد يؤمر واحد امر وحش جدا يقول له فيم فيم دخن، انا مش عايز يدخن، فهقول له ايه؟ نو فيم با، نو فيم با. طبعا حط فيم هنا يا جماعه بين نو وبا فبقت لا تدخن، وده يا جماعه اللي بيسموه في العربي النهي. الجمله الثانيه تورن ادروات، تورن ادروات. تعالوا فيها كده يا جماعه ونشوف هيحصل ايه. اهو نو تورن با ادروات، نو تورن با ادروات، نو تورن با ادروات. طبعا لا تتجه يمينا، حطينا فعل تورن بين مين ومين؟ بين نو وبا. الجمله الثالثه سويه اون ريتار، سويه اون ريتار، كونوا متاخرين. عايزين يا جماعه ننفيها اهو نو سويه با اون ريتار، نو سويه با اون ريتار. طبعا سويه هنا يا جماعه حطيناها بين نو وبا. يبقى النهي يا جماعه ان احنا نصرف الفعل في الامر في الاول، لكن نمسك الفعل نحطه بين نو وبا فيتحول الى نهي. نكمل اهو دي فيرب امبورتون، افعال هامه. تعال نشوف الفعل الجميل، فعل براندر، فعل براندر. يا جماعه لو انتم ملاحظين براندر اخره ار او يبقى مجموعه ثالثه، هنحذف منه الار او دي يا جماعه ومع جو نحطه اس فيبقى جو بران، جو بران. مع تي هنحذف الار او ونحطه اس فتبقى تي بران، تي بران. مع إيلو إلو أون هنشيل الر أ وما نحطش حاجة فيبقى إيل إل أون برون، برون. مع نو هنحذف الدي والإر والأ ونحطه أو ناس فنقول نو برينو، نو برينو. مع فو هنشيل الدي والإر والأ ونحطه إيزد فتبقى فو بريني، فو بريني. مع إلافك إس، إلافك إس هنشيل الد والإر والأ ونضعف الإن زي ما أنتم شايفين ونحط إنتي فتبقى إلافك إس، إلافك إس برن، برن. نكمل كده وصلنا يا جماعة لمين؟ لي سيتياسيون المواقف. كيسكو فو دي دان لي سيتياسيون سويفونت، ماذا تقول في المواقف الآتية؟ طبعا يا جماعة الإجابة على الموقف تتوقف على قراءة حضرتك الجيدة للموقف. فبيقول أول موقف بور ديماندي ليليو دو لابوست، لكي تسأل عن إيه؟ ليليو مكان دو لابوست البريد. أون دي نقول إيه؟ بور ألي ألا بوست سيل فو بلاي ولا سي لابوست ولا رقم سي لابوست إي بيل؟ طبعا هي الأولى بور ألي ألا بوست سيل فو بلاي. مرودو تي انديك حضرتك بتوضح، انا مي لصديق لتينيرير خطسير دو لا بانك بتاع مين؟ البنك. تيجي تقول ايه؟ تتوضح خط السير مش هتسال. طب تعال نشوف كده، برون لا بريمير رو اغوش ولا اوي لا بانك ولا جو ترافاي ا لا بانك. طبعا هي الاولى برون لا بريمير رو اغوش. تعال نشوف كده يا جماعه الموقف اللي بعده اهو، بيقول لي رقم 3 تي فو بوار ان كوكا، حضرتك انت عايز تشرب كوكا. تون امي تي دي صديقك يقول لك ايه؟ فا ليكول ولا فا او كافي ولا فا او ميزه؟ ترى تروح فين؟ هيقول لي فا او كافي رقم ب. نمرو 4 تي تام فورم، مهم جدا يا جماعه فعل تام فورم، سام فورمي يعني،
يستعلم تيتا فارم شيرلي تينيرير، تستعلم على خط السير جوليسي، يعني تسأل تيجي تقول بورا لي أولي سبوبلا أوليسي و أوليسي. طبعا نمرو أ بور ألي أوليسي سيلفو بلا. نمرو سانك بيقول لي تي نتروف با لا بوست، أنت لا تجد لا بوست البريد. تيجي تقول لي جي سوي كونتون، جي سوي لو بريمير، جي سوي بيردو. طبعا يا جماعة أقول رقم سي جي سوي بيردو، أنا تايه. نكمل بيقول لي تي أدور لا لكتير، تي أدور لا لكتير، أنت تعشق القراءة. تي دي ما تقول إيه، جي في على باتينوار ولا جي في على بيبلوتيك ولا جي في أستاذ؟ طبعا الإجابة الصحيحة جي في على بيبلوتيك نمرو بي. بروست بيقول لي تي كونساي، تي كونساي أن باسون، أنت تنصح أن باسون أحد المارة. دال ري في الشارع، تي دي تقول ايه، برون سيتري، برون تون ساك، برون تون ساندويتش. طبعا نمرو ا اللي هي برون سيتري، خد الشارع. تعال نشوف يا جماعة تيست دو جرامير. انا يا جماعة تيست دو جرامير، اختبار في الجرامير. شوازي لو مو كونفينابل، اختار الكلمة الصحيحة. نمرو ا بيقول لو تياتر اي اكوتي، بجوار ايه، دولا ولا دي ولا دي ولا دو سينما. اهم حاجه يا جماعه بص الكلمه اللي بعد ايه القوس، سينما، سينما مفرد مذكر طبعا سانجوليه ماسكولان، يبقى ناخد دي المضغومه بتاعه المذكر الثالثه. واحد بند على واحد بيقول له ساميه، هتقول لي مش عارف تصدر النداء عشان بعديه علامه تعجب. ساميه ما دام بند عليه يبقى لازم اوجه له امر مع مين، مع تي. فقال له يقول له برون ولا برون ولا بريني ولا بروندر سيت بلاس. طبعا مدام امر مع تي هيقول له الثانيه برون، وصرفها مع تي اخر اس، ما حذفناش ليه الاس هنا يا جماعه عشان ده مجموعه ثالثه. نمرو تروا او ولا كومو ولا كي ولا كوا اللي او ميوزي ايجيبسيان. طبعا يا جماعه ميوزي ايجيبسيان المتحف المصري. طبعا كلمه استفهام هنا الجميله اللي هتمشي معنا كويس، كومو كومو اللي او ميوزي ايجيبسيان، كيفية الذهاب للمتحف المصري. نمرو كاتر سلمى ايه، سلمى بنت طبعا اين في ايه، بيردو ولا بيردو ولا بيردو ولا بيردو. طبعا واضح جدا الصفة تتبع ايه الموصوف، يبقى عايزين كده صفة مذكرة مؤنث طبعا مؤنث، يبقى ناخده التالتة بيردو اللي اخرها اه تأنيس. نمرو سانك تورني، تورني اه ولا او ولا دو ولا ان دروات. طبعا يا جماعه دروات وجوش بياخدوا ا الاولى. بروسيس تي في، انت بتعمل كو كوا كومبيان كي. طبعا اكيد كوا، لان كوا بتيجي اخر السؤال لكن كو بتيجي اول السؤال. لا فواتير ايه، العربيه دي فين، ا دروات اكوتي انتر سير لي دو موتو. يا ترى العربيه ايه اللي وداها بين الاثنين موتو، يعني باينه، يبقى لا فواتير ايه انتر لي دو موتو، بين اثنين موتوسيكل. انتر يا جماعه انتر، لان ادغوات لازم تاخد بعديها حرف الجر دو، وهنا مفيش دو. اكوتي بياخد حرف جر دو، مفيش دو. كمان سير على، ازاي هنقول عربيه على اثنين موتوسيكل، شايلينها يعني مش هينفع. تعال نشوف كده يا جماعه، وصلنا برودكسيون سؤال التعبير والانتاج، ونبدا بالايميل. ريبون ا سيت ايميل، عايز يرد على الايميل ده ان تروا فراز في ثلاث جمل. نزل الايميل كده اهو، سالي كومون اريفي او تياتر، كومون اريفي او تياتر، كيفيه الوصول للمسرح. المطلوب ديكري موا لتينيرير، وضح لي خط السير. تعال نشوف كده يا جماعه التوضيح، سالي برون لا ري دو تياتر، خد شارع ايه المسرح. تورن اجوش اي فا تو دروا، اتجه يسارا اي فا تو دروا،
وامشي على طول او اذهب على طول. تعالوا نشوف كده يا جماعه. برودكسيون الموضوع الاول، تريت لان دو دو سوجي، تعامل مع احد الموضوعين. الموضوع الاول بوز كاتر كونسي، وجه اربع نصائح اتونامي بور ترافيرسي لاري، لكي يعبر الشارع. تعالوا نشوف النصائح اهو. يقول استعمل كلمات الي اغوش ترافيرسي تورني. تعالوا نشوف ريبونس الاجابه. الاجابه الاولى فا تو دروا، اذهب على طول. تورن اغوش، اتجه يسارا. ترافيرس لا بلاس، اعبر الميدان. تورن ادروات، اتجه يمينا. شوف الموضوع الثاني يا جماعه. برودكسيون دو، ديكري صف اتونامي لصديق كومو الي اتاميزون، كومون تالي اتاميزون، كيفيه الذهاب لمنزلك، عايز اوصف له الطريق للبيت. تعال نشوف كده الكلمات، بروندر افانسي بلاس تروفي. شوف كده يا جماعه نموذج الاجابه اهو. ريبونس اول جمله برون لا ري دو ساعد زاجلول، خد شارع ساعد زاجلول. افانس فير لو سينما، تقدم نحو السينما. ترافيرس لا بلاس تحرير، اعبر ميدان التحرير. تي تروف لا ميزون، تجد المنزل. بري دو ستاد، بري دو ستاد، بالقرب من الاستاد. وبكده يا جماعه نكون خلصنا لقائنا ان شاء الله النهارده. نقول لكم اوروفوار اي ابيانتو، اوروفوار اي ابيانتو، ونلقاكم ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله تعالى مع لقاء جديد والدرس الثالث والاخير في الوحده الاولى. ارجو ان تستفيدوا من هذا اللقاء وتشاركوا الفيديو مع زملائكم ان شاء الله، وتعملوا مشاركه ان شاء الله. كمان تنصحوا زمايلكم بالاشتراك ان شاء الله في القناه حتى يصلهم كل جديد، وما ننساش نضغط على الجرس حتى يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.